والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلاص شهر رمضان على قرب الانتهاء، لا تنسوني من دعواتكم. والله احنا صايمين وجالسين نصور، طبعا اخوي عبد الرحمن الله يعطيه العافيه اليوم المعزز في التصوير، فالله يكتب اجرك عبد الرحمن حبيبي، بيض الله وجهك. انا الان على متن ايدو بلس موديل 2022 فئه الفول كامل ليميتد. طبعا الكمامه موجوده، بس ايش عشان التصوير لازم اوريكم الوجه الحسن. صراحه السياره هذه ابهرتني، بس دقيقه انا ليش حطيت عنوان المقطع انه اول سياره صينيه بفتحه بانوراما بفئاتها؟ السبب واضح. اول شيء شوفه عن طريق الشاشه اقدر افتح فتحه سقف البانوراميه، مع انه في هنا ازرار تحكم بفتحه سقف البانوراميه، فهذا شيء مميز. الميزه الثانيه ما شاء الله تبارك الله، الشاشتين اللي امامنا، اول شيء العدادات عباره عن شاشه زي ما انتم شايفين، ونفس الوقت الشاشه الوسطيه فيها ملاحة. طبعا الان ايش اللي صار؟ السيارة لاحظت حركة مريبة، السيارة دي فجأة دخلت علينا، فلذلك الان السيارة جالسة تحفظ مقطع فيديو الطوارئ، واقدر ارجع للمقطع هذا من الملفات. شوف الان انا مشغل الرادار ومحدد السرعة على 130، السيارة جالسة تقيس المسافة اللي بين سيارتي والسيارة اللي امامي، يعني مو بس رادار وانما فيها قياس المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك. طيب افتح تانك البنزين من هنا. طبعا السيارة فيها بنزين فحنعبي فل ونشوف كم. سعر البنزين ريال 99 هللة، وعدد اللترات 29 لتر وحاجة، والقيمة 58 ريال. بنزين أخضر. والمدى عندنا كم؟ 566 كيلومتر نقدر نمشي. شوفوا ما شاء الله، ولما تفتح الابواب الاربعة تطلع لكم الرسمة هذه حقت السيارة. طبعا الان انا على سرعة 130 تقريبا، سرعة الطريق 120، وفي نسبة زيادة 10%، فقلت فرصة أجرب لكم العزل الأرضي، صوت الهواء، كل شيء، أنتوا بنفسكم اسمعوا واحكموا. طبعاً أنا لا أستخدم مايكات خارجية ولا شيء، أصور من الآيفون وأنزل على طول. طبعاً أنا الآن مشغل الرادار فمرتاح، فالآن مثلاً أنا محدد السرعة على 130، الآن في سيارة قدامي، السيارة جالسة تقرب 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 تقرب، الان جالسه تهدي السرعه، الان وصلنا 120، وصلنا للدرجه. الان بوريكم المسافه اللي تتركها السياره بيني وبين السياره اللي امامي. في الخطوط السريعه تقريبا 30 متر، لكن داخل المدينه انا جربت من 27، يعني من 27 الى 30 متر، هذه اقرب مسافه ممكن انت تقدر توصل لها بينك وبين السياره اللي امامك. لكن اذا حطينا مثلا المسافه الرابعه حتترك مسافه مره كبيره. الان بنشوف ان شاء الله بين السياره اللي امامنا تقريبا 66 متر المسافه اللي بينك وبين السياره اللي امامك اذا حطيت في المستوى الرابع. طيب اذا حطينا المستوى الثالث تقريبا 55 متر، طيب المستوى الثاني 40 متر، 40 متر 39 متر، والمستوى الاولى قلت لكم 30 متر الى 27 متر. طبعا السياره فيها برضو ميزه فرمله الطوارئ، طبعا احيانا بعض الطرقات الهواء بيكون مواجه لك فبيكون العزل نوعا ما جيد، لكن لما الهواء بيكون بعيد عنك بتلاقون عزل ممتاز. بالنسبه للمحركات السياره تيجي فيها محركين، المحرك الاول نفس اللي معانا فئه الفول كامل الليميتد، محرك 4 سلندر توربو 1.4 لتر يعني 1400 سي سي، يولد 158 حصان والعزم 260 نيوتن متر، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات دبل كلتش. هذا المحرك الأول نفس اللي معانا. كذا شكل غطاء المحرك، غطاء المحرك بشكل يدوي حتفتحون عن طريق العصا. عندنا العازل موجود بشعار شانجان، وهذا هو المحرك وصوت المحرك اسمعوا، هذا هو المحرك التوربو. في محرك ثاني للفئات اللي اقل، يعني السياره فيها ثلاث فئات، المحرك الموجود هناك 1.6 لتر حقن مباشر جي دي اي،
محركات الاثنين كلهم جي دي اي. نفس الوقت الناقل الحركي هناك سي في تي يولد 126 حصان والعزم 161 نيوتن متر. هذا المحرك الثاني. طبعا الاثنين سحب امامي. بالنسبة لسعة التانك في السيارة هذه سعة مميزة صراحة 53 لتر والصرفية 18.3 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للمحرك اللي معانا محرك التوربو طبعا شركة مشتوعي وكيل شانجان في السعودية الله يعطيهم العافية ما قصروا اعطوني الاسعار وايضا زودوني برابط لو دخلتوا على الرابط حتاخذوا تفاصيل بشكل ممل جدا 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 عن هذه السيارة تلاقون الرابط في الوصف ان شاء الله. طيب بالنسبة للاسعار ابتداء من 48,900 ريال وصولا الى اعلى فيها نفس اللي معانا 60,900 ريال. الاسعار هذه غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. ضمان هذه السيارة كالتالي 5 سنوات او 150,000 كيلومتر ايهما ياتي اولا. بعدين الشغلة الاخيرة ابو نهال ليش انت قاعد تسوي لنا التغطية وانت جالس تسوق؟ عبد الرحمن الله يطلع فيك قاعد يصور يعني انا في سيف سايد بس انا بالعاني الفكرة هذه جاتني ابغاكم انتوا تعيشون معاي كأني انا قاعد اخذ فيكم فرة. الان على سرعة 130 اسمعوا صوت الهواء العزل الارضي كل شيء. لو ضغطنا على زر الكاميرا 360 ما راح تشتغل الكاميرات لاننا قاعدين نسوق لكن هنا عندنا مسجل القيادة شوفوا. فاذا تبغون تشغلون الكاميرات هذه حيلة من الحيل هنا المشهد المجمع تستخدم الكاميرات الاربعة كداش كام. هنا المشهد الخلفي هنا الامامي هنا جهة اليمين هنا جهة اليسار. هنا شوفوا عندنا التسجيل الطوارئ تضغطون كذا الرادار ما شاء الله يلقط من 100 متر قدام. شوف الان لما تدخل هي شو على طول استشارات شو السيارة اللي قدامنا شكله قاعد يلعب بالجوال رايح يمين يسار يمين يسار. طيب شوف الان لما حطيت اشارة يمين تلقائيا اشتغلت الكاميرا اللي يمين مع ايش الرؤية المحيطية واذا حط يسار برضو نفس الفكرة وبرضو اقدر احدد من هنا شوفوا باللمس بالطريقة هذه. طبعا السرعة لين 30 بعد 30 الكاميرات راح تتقفل. بنجرب لكم التسارع على السرعة المسموحة في هذا الطريق. اول شيء عندنا هنا الجير الان في الاوتو بنحط على تبترونيك ونفس الوقت بنحول ايش على الوضع الرياضي كذا حولنا على الوضع الرياضي. سرعة الطريق 130 وانا ماشي مثلا كذا بسرعة عادية فجأة انا قررت اني ادبل الدعسة. شوف هذه استجابتها لما نجي ادبل الدعسة وبس. طبعا من التغييرات الجميلة اللي لاحظتها واللمسات الجميلة انه انا في اغلب السيارات الصينية المنطقة هذه دائما الاقيها بلاستيك يعني الباب عبارة عن بلاستيك وانما هنا ممكن تلاقي جلد وهنا جلد لكن هنا ما شاء الله تبارك الله في تحسن ملحوظ. هنا مواد ناعمة وحتى الطبلون الجزئية هذه اللي هنا بعد الشاشة مواد ناعمة طرية اما الجزئية اللي هناك بلاستيك. اما كرؤية كأنت سائق لما تسوق السيارة الرؤية واضحة جدا جدا جدا. ليش الرؤية صارت واضحة؟ لأن عندنا الطبلون انخفض تمام ونفس الوقت حركة الشاشات العائمة هذه بدل ما تكون عائقة بالعكس ساعدت إنها تكون يعني تحت نظرك. الآن أنا وأنا ناظر أشوف الكبوت بشكل واضح ما في أي عائق يعني لا تفكرون إن الشاشات الآن صارت عائمة وجالسة تسوي لكم إعاقة أبدا ما في أي إعاقة في الرؤية. طبعا الآن شوفوا الرسمة هذه الخريطة الليلية مجرد ما نخرج شوفوا الآن هذه الخريطة النهارية. طيب الآن بصور لكم الشنطة الذكية في هذه السيارة شوفوا الآن مجرد ما أقرب خلاص هلا. طبعا سعة الشنطة 500
لتر، لدرجة أنا قدرت أنام في هذه الشنطة. ونفس الوقت تقدرون تفتحون الشنطة عن طريق الزر الموجود هنا بالطريقة هذه، أو عن طريق الريموت ضغطتين كذا خلاص تفتحون الشنطة. وهذه نظرة عامة. الشيء الجميل في عندنا عازل للشنطة، وأيضا الجوانب هنا ملبسة بالفرش، وهنا عندنا السبير عبارة عن كفر حديد صغير والمعدات الخاصة بالسبير. طيب الآن بشغل لكم السيارة عن بعد، كل اللي علي أضغط على الزر هذا، أعلق على الزر كذا السيارة اشتغلت. وأول ما تشتغل السيارة الليد النهاري بيشتغل معاكم. على شوفة عينكم الآن النوافذ الأربع كلها مفتوحة، فتحة البانوراما مفتوحة. طيب فرضا أنت نسيت وما فيك حيل تروح تشغل السيارة وبعدين تقفل النوافذ إلى آخره، كل اللي عليك كأنك تبي تقفل السيارة خلاص، يعني حتى لو إنك ناسي الموضوع أصلا وما بتسوي الحركة هذه، مجرد ما تأمن السيارة عن طريق الريموت النوافذ الأربع مع البانوراما راح تتقفل. طيب بنجرب سوا الآن، فرضا ما أبغى أمن عن طريق الريموت أو نسيت الريموت إلى آخره، ما إنه الريموت إلزامي عشان تقدر تشغل السيارة وتفتح السيارة كل شيء. برضو الميزة فعالة، يعني حتى لو أنت قفلت السيارة عن طريق الزر الموجود هنا الدخول الذكي، البانوراما والنوافذ الأربع كلها راح تتقفل. وكأبعاد للسيارة الطول 4730 ملليمتر، والعرض 1820 ملليمتر، والارتفاع 1505 ملليمتر، طول قاعدة العجلات 2700 ملليمتر. طيب شرحت لكم الأبواب الأمامية وأنا قاعد أسوق، لكن نيجي للأبواب الخلفية. هنا بلاستيك، هنا خط كروم، تخشيبة بلاستيك، وهنا عندنا جلد ناعم زي ما قلت لكم، حتى هنا جلد ناعم مع تطريز خياطة، هنا بلاستيك مع منطقة تخزين، وهنا منطقة تخزين. الشيء الجميل هنا النوافذ الأربع كلها أوتو، وعندنا السماعات بنظام صوتي عادي بست سماعات. طبعا في مثبتات هنا لكرسي الطفل، وعندنا المساند عددهم ثلاثة. طيب الآن المقعدة هذه على قياساتي، حلو الآن بجلس. طبعا أنا طولي 170 تقريبا، بالتحديد 169، فعندي قرابة شبر هنا، والمقعدة مضبوطة على قياساتي، وجربت القياسات هذه في خطوط سفر داخل المدينة مرتاح ما عندي مشكلة. وعبد الرحمن ما شاء الله عليه طوله تقريبا 184 ما شاء الله تبارك الله، يعني في حاجة بسيطة لكن حتى لو انك انت دفيت شوية ما في شيء عور رجلك هذه. نعم اوكي تمام، ما انه ايش المقعدة ضابطة على قياساته. وصراحة الاضاءات الخلفية عجبتني، انه فيها لمسات كروم من الاطراف كذا لمسة فخمة صراحة، ونفس الوقت LED باللون الاصفر. وبالنسبة للدعاسات الله يكرمكم بالشكل هذا، طبعا نفس الارضية هذه فيها نوع من المتانة كذا، يعني في بعض الارضيات تجيك كذا كأنها كرتون، لكن هنا لا. شوفوا أنا قاعد أركز على الأشياء اللي ما ركزت فيها في تغطيتي أول ما وصلت في معرض شانجان في جدة. المقاعد الخلفية الظهر عبارة عن وصلتين، هذه وصلة لحالها، شوفوا إذا أنا أحتاج مساحة أكثر من المساحة الموجودة في الساعة الخلفية، يعني عندنا 500 لتر برضو إذا أنت عندك أشياء طويلة عادي. وصف هذا بالطريقة هذه الريموت، أيوه شكل الريموت بالشكل هذا. نجي للمقاعد الأمامية، جهة السائق أوتوماتيكي، جهة الراكب يدوي. هنا عندنا الآن منطقة تخزين صح، لكن شوف يدي أقدر أدخل هنا جوا، ونفس الوقت القطعة اللي هنا أقدر أفك. ليش؟ إذا عندك قارورة كبيرة أو شيء زي كذا ما تبغى تتحرك زيادة فتدخلها بعمق أكثر، ونفس الوقت ترجع بالطريقة هذه سهلة التنظيف، إذا في أوساخ شيء تقدر تنظف بسهولة، ونفس الوقت هنا تخزن أشياء مرة كثير. طيب الآن السيارة مقفلة، أفتح عن طريق الزر، بسم الله. وهذه نظرة عامة للداخلية، قفلت الباب كذا. شوف هنا الشاشة عندنا اليوم التاريخ، بسم الله نشغل. شفت الحركة الترحيبية اللي هنا، أكيد حابين تسمعون صوت البوري، هذا هو البوري. وبالنسبة للتكييف ما شاء الله تبارك الله إيده ما زالت مميزة في التكييف، برودة صلاة على النبي، لأن ما شاء الله تبارك الله الكمبروسر المستخدم من شركة دينسو. طبعا هنا المراية الوسطية تعتيم يدوي، وبيت النظار أهم حاجة. طبعا دام أنت معاك رؤية 360 درجة
متعة في إيقاف السيارة، بتوقف في الخط بالملي. طيب الآن ثبت على 110، ستارة البانوراما مقفلة، وركزوا الآن في العزل الأرضي وأيضا صوت الهواء. وإذا فتحنا الآن كمان أحكمه كيف العزل سواء الأرضي أو الخارجي. طيب الآن بوريكم شغلة كيف تشغلون الميزة هذه، الاتصال الذكي. طبعا اللي يستخدم الميزة هذه أول مرة، كل اللي عليكم تمسحون الباركود عن طريق الكاميرا الجوال. شوف السلك هذا، نشبك هنا وبعدين نشبك على الجوال وتتبعون الخطوات اللي حتجيكم في الجوال. زي ما تشوفين جاري الاتصال، بس من الجوال لازم تدخلون البرنامج وتضغطون على التالي وبعدين تسوون البث. فشوف الآن إيش اللي بيصير بالطريقة هذه. فالميزة عبارة عن انعكاس لشاشة جوالك. جودة الكاميرات بالليل بالنسبة للخريطة بالليل بالشكل هذا. طيب بسم الله، الآن أبدأ أشرح لكم شاشة العدادات. هنا عندنا سجل المكالمات، الاتصال، يعني أول ما تضغط هنا تتصل، وبعدين هنا معلومات القيادة، قيادة قصيرة، وبعدين هنا القيادة الطويلة، يعني من يوم ما شغلت السيارة أول تشغيل لها مثلا في بداية اليوم حد الآن، كم ساعة مشت السيارة، كم عدد الكيلومترات وإلى آخره. هنا ضغط الإطارات، وبعدين هنا مجموع الأميال، هنا إجمالي الأميال، يعني ممشي السيارة الإجمالي من يوم ما خرجت من وكالة 751، وهنا متوسط السرعة. طبعا أي شيء من المعلومات هذه تبغون ترجعونها للبداية، كل اللي عليكم تضغطون على أوكي بعدين تسوون تأكيد. طيب بعدين نجي هنا المشهد الذكي، السيارة متحركة زي ما شفتوا أنتوا، ونفس الوقت معلومات الرادار وكل شيء. وبعدين هنا عندنا إحصائيات وضع القيادة، في القيادة العادية قديش مشيت كم ساعة، هنا القيادة الرياضية مثلا على الوضع الرياضي قديش أنا مشيت بالسيارة، وآخر شيء الوضع الاقتصادي قديش مشيت. وبعدين عندنا هنا معلومات الإنذار إذا في أي ملاحظات، وآخر شيء الإعدادات، اللغة، بعدين مستوى صوت التنبيه. عندنا على اليمين عداد الضغط، وشوف لما ادعس على البنزين دورة المحرك بالرقم، وايضا بالرقم الالكتروني، القراءة الالكترونية، وسرعة الطبلون 240. طيب شكل الاضاءات الان، انا مشغل اضاءة الواطي لك الشحت العالي كذا. طيب كذا شكل الاضاءات، عندنا خطوط الالي دي وايضا العالي والواطي في نفس العدسة هنا، والاشارات هالوجيني زي ما تشوفين. المراية الجانبية عندنا اشارات الالي دي ايضا. طيب الاضاءات العادية هنا والاشارات هالوجيني والفرامل برضو هالوجيني. اما الريوس الالي دي مع لمبة الضباب من الجانب. كذا شكل عام الاضاءات الخلفية. طيب الآن جينا للشاشة الوسطية، هذه هي القائمة الرئيسية. عندنا أول شيء الإعدادات، إعدادات النظام، هنا تختارون اللغة، بعدين الساعة، تنسيق الساعة، صوت الزر هنا، يعني تسمح بتشغيل مقاطع الفيديو أثناء قيادة السيارة أم لا. لما تقفل الشاشة تبقى خلفية سوداء أم ساعة تناظرية زي كذا أم ساعة رقمية بالطريقة هذه. وبعدين عندنا إعدادات الصوت، التحكم بالصوت. الشاشة هذه يمديكم تشبكونها بالواي فاي، وبعدين تشبكون السيارة عن طريق البلوتوث أيضا. بعدين هنا تختارون الثيمات، ويمديكم تخلون الثيمات على حسب وضعيات القيادة. وبعدين آخر شيء هنا معرف الجهاز، وهنا نسوي إعادة ضبط المصنع. طيب بعدين عندنا هنا إدارة الوثائق، في شغلة مرة جميلة هنا، هنا لو علق على كلمة أوكي شوفوا التقاط الشاشة بنجاح، أقدر أنا أخذ سكرين شوت لشاشة العدادات وألاقي الصورة وين هنا. غير كذا عندنا الهاتف هنا، الراديو، وفوق جبل واحد. طبعا اقدر اخفض الصوت من هنا او من الدركسون. هذه هي القوائم تبع الراديو. بعدين عندنا الموسيقى، موسيقى من بلوتوث او من داخل الشاشة، لان الذاكرة الداخلية عندنا 2 جيجا. وبعدين عندنا الملاحة،
ضمن الاعدادات الموجوده هنا في الملاحه عندنا لون الخريطه اوتوماتيك او الليل، بعض الاعدادات الخاصه بالخريطه هنا، وايضا تقدرون تحدثون الخريطه عن طريق اليو اس بي اذا توفر التحديث. بس الان بنجرب شغله هنا مثلا في البحث، مثلا ابغى مقاهي قريبه من المنطقه اللي انا فيه، شوف في ستاربكس 100 متر، طيب فين الستاربكس هذا؟ شوفوا هنا في ريتسي مول، لان احنا قاعدين نصور عند ريتسي مول. يعني نوعا ما الخريطه يعني فيها اهم الاشياء اللي نحتاجها والمعروفه. غير كذا هنا بالزاويه هذه هنا ثنائيه الابعاد وكذا ثلاثيه الابعاد، واذا نصغر الخريطه كذا اصغر شيء. ونفس الوقت هنا في الخريطة عندنا قوائم اختصارات المكيف الهاتف الميوزك، مجرد ما اضغط على المكيف تجيني صفحة التكييف، اتحكم بدرجة الحرارة ونفس الوقت اتحكم عن طريق اللمس. وهنا اعدادات التكييف، وهذه القائمة الرئيسية، وهنا القوائم الاساسية. نجي للتكييف نفس الصفحة اللي دخلناها قبل شوية. الاتصال الذكي برضو شرحت، مسجل القيادة برضو شرحت، تحديث النظام بإمكانك تحدث نظام الشاشة بشكل كامل، نظام السيارة كأغلب السيارات، بس لازم USB حق التحديث. بعدين عندنا مركز المستخدم اللي بيستخدم السيارة هذه أكثر من شخص، تخصص لهم بعض المميزات وتقفل لهم بعض المميزات إلى آخره. مثلا أحط الجملة هذه، فالسيارة أول ما أشغلها حترحب فيها بالجملة هذه، ونفس الوقت أقدر اغير الاسم، مثلا احط اليوتيوبر ابو نيال خلاص. طيب بعدين اخر شيء عندنا وهي الشغله المهمه، اعدادات السياره، هنا فتحت السقف البانوراميه، وهنا الستاره، وهنا اعدادات الضوء، بعدين مساعده القياده، هنا التذكير عند التعرف والاختفاء، يعني لما تجي اي سياره قدامنا السياره تتعرف على هذه السياره زي ما وريتكم في نظام الرادار. بعدين عندنا مساعدة السلامة، وحدة مساعدة الاصطدام الأمامي مرتفع، يعني السيارة تكون حساسة تنتبه لأي حركات مريبة وإلى آخره. أيضا تفعيل فرملة الطوارئ، أيضا تفعيل تحذير الاصطدام الأمامي، وآخر شيء استعادة إعدادات المصنع. طبعا قياس هذه الشاشات الاثنين نفس القياسات 10.25 إنش. وكأنظمة سلامة في هذه السيارة، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية، نظام مانع انغلاق المكابح، توزيع قوة المكابح إلكترونيا، نظام مراقبة ضغط الكفرات، نظام التحكم بالالتصاق الناشئ عن الجر، نظام التحكم بالثبات، نظام المساعدة على صعود المنحدرات، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، مكابح طوارئ، وآخر شيء نظام تحذير من الاصطدام. طيب كذا وصلنا نهاية التغطية، أتمنى التغطية والتجربة نالت على إعجابكم. الآن الساعة 9:25 دقيقة صباحا في شهر رمضان، مستوعبين أنتم؟ لكن أبد، أنتم تستاهلوا، وبدعمكم دائما نستمر. فأتمنى التجربة نالت على إعجابكم، والشكر موصول لشركة شانجان على إتاحة الفرصة إني قدرت أنقل لكم تجربة هذه السيارة، وأهنيهم صراحة على النقلة النوعية هذه. إن شاء الله بإذن الله بنشوف أفضل للأفضل بإذن الله. ففي الختام أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما. وخلف الكواليس أخوي عبد الرحمن، يعطيك العافية حبيبي، في أمان الله.